هن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الملازم ثاني عبد الله السيد عطية من منتسبي الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين بمناسبة تسجيل الرقم العالمي في ماراثون ادنوك العالمي العالمية بأبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وتم تسجيل الرقم في موسوعة جينيس للارقام القياسية العالمية. وأشاد صاحب الجلالة أيده الله بحرص سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في تهيئة الأجواء المثالية لكافة المشاركات البحرينية في المحافل الدولية وهو ما أثمر عن مواصلة تحقيق الإنجازات الرياضية لمملكة البحرين ويؤكد ما حققته المملكة من نتائج مشرفة في مختلف الرياضات ويجسد بجلاء ما يتمتع به العناصر الرياضية من روح التحدي والاصرار. واكد حضره صاحب الجلاله حفظه الله ان الانجاز الذي حققه الملازم ثاني عبد الله السيد عطيه في بطوله ماراثون ادنوك العالميه حافز في مواصله العطاء وتحقيق المزيد من الانجازات لمملكه البحرين. متمنيا جلالته كل التوفيق والنجاح له في مشواره القادم. من جانبه رفع الملازم ثاني عبد الله السيد عطية أسماء آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على الرعاية الفائقة التي يحظى بها المواطنون والمقيمون من جلالته واعرب عن تقديره الى سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه على دعم سموه المتواصل وهو ما يسهم في تحقيق النتائج الايجابيه الدائمه لمختلف المشاركات البحرينيه الخارجيه. واستطاع الملازم ثاني عبد الله السيد عطيه من تحطيم الرقم العالمي الذي بقي ثابتا منذ عام 2009 والذي كان مسجلا باسم عداء بريطاني. وقد أنهى عطية السباق بزمن وقدره ثلاث ساعات وأربعون دقيقة وسبع ثوان بعد أن كان الرقم العالمي السابق ثلاث ساعات وتسعا وأربعين دقيقة وإحدى وعشرين ثانية يذكر أن الملازم ثاني عبد الله السيد عطية من منتسبي الحرس الملكي وقد تخرج من كلية ساند هيرس الملكية البريطانية ويعتبر هذا الإنجاز أصدر فخر واعتزاز وإلهام للشباب البحريني باعتبار أن الملازم ثاني عبد الله السيد عطية قد سجل إنجازا فريدا بالزي العسكري الكامل كما أنه يعتبر أسرع ماراثون تمت المشاركة به مع ارتداء الزي العسكري الكامل لفئة الرجال ليحقق الإنجاز ويلهم الشباب البحريني في ماراثون أدنوك أبو ظبي